خلال السنوات الماضية تكررت مطاردات السلطات الإسرائيلية للحمير، فمرة اعتبرتها خطراً على الأمن، ومرة أخرى مخالفة للقانون. وسبق أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة حمير تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين في نابلس، قلقيلية، الأغوار وفي مدينة القدس. كما قام جنود من حرس الحدود بمصادرة حمار في بلدة العيسوية شمال مدينة القدس بدعوى استخدامه في أعمال مناهضة أو مقاومة للسلطات الإسرائيلية، وهو ما أثار موجة استهزاء على شبكات التواصل الاجتماعي من الشرطة التي تلاحق حتى الحمير في المناطق الفلسطينية. وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن ملاحقة إسرائيل للحيوانات بوجه عام وللحمار بوجه خاص هي دليل على حجم التفاهة الإسرائيلية. قبل سنوات وبعد ازدياد أعداد الحمير التي صودرت، أعرضت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إقامة مزاد علني لبيع 40 حماراً استولى عليها الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار.